السلام عليكم، مرحبا. انا عمر صالحاني المحامي من تركيا، عم نعمل هذا الفيديو هلا حاليا. بس بهذا الفيديو نحن حبينا نعطي فكره صغيره عن موضوع الاستثمار في تركيا، بالاضافه للقرار الاخير اللي صدر بخصوص الجنسيه التركيه من خلال الاستثمار العقاري. طبعا بالسنوات الاخيره اللي صارت فيها النهضه العقاريه الكبيره بتركيا كانت واحدة من سبب زيادة دخول الأجانب وزيادة استثمار الأجانب في تركيا، بالإضافة للتسهيلات اللي قدمتها الحكومة التركية بخصوص الاستثمار في تركيا، واللي أهم هي قرار الجنسية التركية اللي صدر بشهر 9 2018. هذا القرار هو مما أدى أيضا لرفع مستوى الطلب العقار في تركيا، وخصيصا في مدينة اسطنبول. بالنسبة لقرار الجنسية اللي صدر، هذا طبعا هو كان عبارة عن استثمار عقاري بقيمة 250 ألف دولار، من خلال انك انت اليوم تقوم بشراء عقارات بقيمة 250 ألف دولار تحصل على الجنسية التركية. طبعا هاي النقاط الكتير مهمة اللي هي اثرت بالسوق العقاري التركي، بالاضافة التسهيلات اللي كانت مقدمتها الحكومة من خلال الضرائب. موضوع الضرائب انه انت اليوم ما في فرق بين المستثمر الاجنبي عن المستثمر المحلي بموضوع الضرائب، بالإضافة للفرص اللي كانت عم تشوفها العملاء كلها بخصوص التملك العقاري في تركيا، كانت فرص كلها جيدة كفرص استثمار أو فرص سكن فينا نقول نحن. فهي من النقط اللي كانت مؤثرة كتير بالسوق العقاري التركي. بالنقطة الأخيرة اللي أنا أحب أوضحها، موضوع الجنسية التركية حاليا عم يحتاج كوقت فينا نقول من 3 لـ 5 أشهر من بعد شراءات العقارات. طبعا هي فينا نقول كمراحل تملك، هي بداية تبدأ بأنك أنت تقوم بشراء العقارات بعد ما تقوم بالحوالي البنكية تحصل على صك الملكية اللي هو صادر من الحكومة التركية. بعد ما تحصل على صك الملكية وتقوم بتقديم الأوراق كلها تبعك للحكومة التركية، ومن خلالها أنت بتم تقييم الأوراق تبعك لحد ما تحصل على الجنسية خلال 3 أشهر. فهي بالنسبة معلومات عامة عن الجنسية التركية، بالإضافة عن الاستثمار في تركيا. تشرفنا بمعرفتكم وانتظار زياراتكم.